الدفاعات الجوية الإسرائيلية لم تتمكن صباح اليوم من اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن، واخترق أجواء عدد من الدول العربية، حيث دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة وسط إسرائيل، سمعت بعدها أصوات انفجارات متتالية. فهل تل أبيب الآن مهددة فعلا؟ وهل هي على موعد مع صواريخ جديدة؟ الباحث والمحلل السياسي ألف صباغ يجيبنا على هذا السؤال. تل أبيب في الوقت الحاضر مرتبكة إلى حد كبير لأكثر من سبب، والصاروخ اليمني جاء ليضيف على هذا الارتباك الكثير. أولا لأنه اخترق كل الدفاعات الجوية، كل منظومات الدفاع الجوي، وصحيح أنه سقط في مكان مفتوح وليس في مكان آخر، ولكن هم يشكون بأنه هذا سقط بالخطأ في المكان المفتوح، وأنه الهدف كان مكان حساس. ربما هذا المكان الحساس كان مطار بن غوريون أو محطة كهرباء أو قاعدة عسكرية. يعني هذه الفرضيات يأخذونها بعين الاعتبار، لكن الأهم بالنسبة لهم هو خطاب الحوثي عندما قال أنه سيكون هناك مفاجآت وليس مفاجأة واحدة، يعني هناك صواريخ وليس صاروخا واحدا، هذا يأخذونه بعين الاعتبار. عدة صواريخ معناها أنه المنظومات الدفاعية لا تستطيع أن تخترق صاروخ واحد، فكيف ستخترق، كيف ستتصدى لعدة صواريخ، خاصة وأن الصواريخ الاعتراضية التي أطلقت على هذا الصاروخ اليمني هي من كل الأنواع، هي صاروخ باتريوت وصاروخ يعني صاروخ القبة الحديدية وصاروخ داوود ومقلاع داوود وصاروخ حيتس، يعني في كل الوسائل، وهناك عشرات الصواريخ المضادة اللي أطلقت على هذا الصاروخ ولم تستطع اعتراضه. إذن هذا خوف كبير إذا يعني تكررت هذه الحالة من اليمن أو من أماكن أخرى. لذلك في خلال انشغالهم على الحدود الشمالية من ناحية، وانشغالهم في الوضع الداخلي وتصرف الشرطة من ناحية أخرى في العلاقة مع المتظاهرين، وانشغالهم في الجنوب وعدم تحرير الأسرى وهذا الارتباك الكبير، هل ستكون صفقة أو لا تكون صفقة، تأتي الآن اليمن، وهناك أخبار يعني تتكرر في إسرائيل أن اليمن أرسلت مئات ومنهم من يقول ألاف المقاتلين إلى سوريا حتى تواجه إسرائيل من الناحية السورية. أنا لا أعلم حقيقة هذا الأمر، ولكن هذا ما يتم التداول به في الإعلام الإسرائيلي. كل هذا يقلق. خروج أو ابتعاد البوارج الحربية الأمريكية من البحر المتوسط، وهكذا قيل على الأقل، مع أن أمريكا تقول ما زلنا موجودين، ابتعاد حامل الطائرات أيضا يقلق إسرائيل لحد كبير. إسرائيل تريد تسخين الجبهة الشمالية حتى تعيد البوارج الأمريكية إلى البحر المتوسط، ولكن كل هذا محفوف بالمخاطر. هل تستطيع إسرائيل أن تدفع الثمن؟ هل يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يدفع الثمن؟ هل يستطيع المواطن الإسرائيلي أن يدفع الثمن؟ المستوطنون من المنطقة الشمالية من الجليل الذين أخرجوا من بيوتهم ومن مستوطناتهم منذ 11 شهر لغاية اليوم يطالبون الجيش بالعمل العسكري في لبنان، يطالبون يعني بعمل عسكري فظيع في لبنان. هل يبقى الأمر على ما هو؟ لبنان ليس ساحة سهلة. الرد من حزب الله سيكون كما قال نائب الأمين العام بالأمس، ربما ليس بتهجير 100,000 مستوطن، وربما يكون 100,000 المستوطنين. الصواريخ حزب الله لم تصل بعد لا إلى نهرية ولا إلى حيفا ولا إلى يعني أماكن سكانية تحوي 100,000 المواطنين. لذلك الأمور على كفافي. نعم، يعني سؤال كمان، يعني الدفاعات الجوية في الدول العربية في يعني المنطقة لم تتمكن أيضا من صد واعتراض الصاروخ من اليمن، بماذا ينذر هذا الأمر؟
يعني هذه المنظومات الدفاعية التي باعتها إسرائيل للدول العربية دفعت ثمنها الدول العربية دفاعا عن إسرائيل حتى تكون راصد أول قبل وصول الصواريخ إلى إسرائيل. ولكن هذا الصاروخ خلال 20 دقيقة وصل من اليمن إلى تل أبيب، خلال 20 دقيقة وبعلو عالي جدا. إذا فشلت منظومات الدفاع الموجودة في إسرائيل وهي أكثر تطورا من التي باعتها إلى الدول العربية، فلماذا تنجح المنظومات الدفاعية التي باعتها إسرائيل إلى السعودية أو إلى الإمارات أو إلى الأردن أو إلى دول أخرى؟ يعني هذا فشل كبير، فشل كبير للتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية، فشل كبير للمنظومات الأمريكية والإسرائيلية على حد سواء، وفشل كبير لكل السياسة العربية التي تعتقد أن إسرائيل لديها كل الوسائل للدفاع عن نفسها والدفاع عن الحكام العرب الموالين لأمريكا. كل هذا يضع هؤلاء الحكام تحت علامة سؤال كبيرة. يقول المثل، اللي متغطي بأمريكا عريان واللي متغطي بإسرائيل عريان وبردان.